الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. القنوت في الصلوات الخمس للنازلة. وحاول الشيخ قال كأنك قهض لي قنوت لقو قنوت صلاتها الشمسة إذا تسود الردي دراد يد لو قنوت وكان صلى الله عليه وسلم وحوها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد مركو دون أن يدعو على أحد إنو عذها باره أو يدعو لأحد أما أدونا إن عذو دعيه قناتا مذكو قنود وكو دعيه أيها في الركعة الأخيرة ركعة الدنب أيها كو قنود كرو كو دعين شري بعد الركوع الدبديدة أيها كو قنود شري إذا قال مركو إله سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد تصميع يتحميد كمركو إله دبدي مركو سلا يلاه لا أي مركا قنود يشرد على وكد عنش حديث كانوا حسوري بخاري وغيره وكان يجهر بدعائه وحواها النبي صلى الله عليه وسلم يجهر مثل الجهر والسراء قاد أيوها بدعائه دعائي ساو دعينا أيوه مسري سنشرنا السراء أيوه وغدا واقي شري حديث كانوا حسوري بخاري يا إمام أحمد ويرفع يديه وحكر النبي صلى الله عليه وسلم مركه صلاة قده هذا قنود أيوه نلقى عمها السراء قال أيوها السراء التاقة وحسوري إمام أحمد الطبراني شيخنا وحول بسنة صحيح ويؤمن وآمين سنشري وآمين بورنشري من خلفه عد كدن بيستانا مركو دعاء قنود أخريو آمين بي أورنشري وعصوري أبو داود يا حاكم يا رسولي وكان وحوها نبي صلى الله عليه وسلم يقنط مد قنود أبوها أدعي في الصلوات الخمس كلها صلاتها الشمس لما أنتد وقنود شريء دعاء قنود أيك دعاء شريء أبو داود يدار قدنا سوري وشخري بسندين وحيك سوري إلا بسند وحسنين إلا بضا مذ ولب حسن يهي أي كسوري لكنه كان لا يقنط هيا شيء النبي وحفها صلى الله عليه وسلم إذا أن قنود فيها الصلاة الشنطة أبوده إذا أن قنود بها ما صلاة فر الله إلا إذا دعا لقوم إن قلوا دعينا يمو يانه مركل ما قنود شري أو دعا على قوم أما قرأنه هبارا يمو ياني مركل ما قنود شري وحنا سوري ابن خزيمة أي صحيح تكو سوري سنة صحيحة نكسوري فربما قال مر مرك قاركود وحورن شري النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إله يو أنجي نبد قري الوليد ابن وليد وليد ابن وليد مركان نبت قري وليد أين وليدة وسلمة ابن هشام سلمة أين هشام نبت قري وعياش ابن أبي ربيعة عياش ابن أبي ربيعة نبت قري وأن منك مركا مستضعفين تأهاي مكة ما لها لقوها السي إلا قل باتينا أي أدعى يشرك اللهم إله يوم أشدد أتكيب أرنشري وطعتك قبشد على مضر مضر آد قبطي وعقابك قبطينا أتكي عقاب أدك قبط واجعلها وحد كيشا سنين كسني يوسف يعني كركوذ وحد كيشا أما عقوبة العقاب وحد كيشا وهذا عقوبة وطآد اللعلي سنين مرك أباركي الكسني يوسف لم إذا أباره وقتي النبي يوسف دعضي أباره وقت زمن كي يوسف دعي أبار اللهم ذوك له قب الشرط كقبنا يسكير اللهم إله يبو أرنشري إلعن نعضل لحيانا قرض اللحيان لا يلاهدو والرعلا يا قبيلك الرعل لا يلاهدو والذكوانا يا قبيلك كلي الذكوان لا يلاهدو وعصيتا يقول لك لا عصي لا يلاهدو أفرتا قول إله نعد البورنشر
عصت الله ورسوله عصت الله وحي عاصيا كواسي إلهي ورسوله رسولك صلى الله عليه وسلم نوى عاصيا أجد كان وحسوري إمام أحمد يا البخاري زيادة الضمبير وإنت بين قوسين كأقليه أو اللهم لعن لك بلا بوياني مسلم بالك رب الشيخ يلي. ثم كان انت أدب ذوحها النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدي لهذبوها إذا فرغ مركو كفارق من القنوت دعدا قنوت مركو كفارق وحورنشري الله أكبر الله أكبر بورنشري فيسجد دوا سجود شري وحنا سوري النسائي يا إمام أحمد يا أبو يعلى شيخ هلك وحوك جهل ليا صلاةها فرل كأقنود لا قنود أيك جهل ليا قنود لو حلوقة شيء ذا الدعاء هدا أي اللوقة شيء ذا موضعا رجع قنود وحلو استعمال معاني بدن وكل الدول طبعا معنى إنك بدن بأرجع قنود قصة أرورة لكن موضعا مراد كل لوقة شيء ذا وحوي هاي والدعاء ذا صلاة بجده هذا لابد عينيه لابد عينيه ركوع ذا دبدي أما اعتدالك مرك الركوع ذا لقط صار دعاء ذا لابد عينيه ركعة وقضا بيسا مرك الركوع ذا لقط صار إلا تاجي هاي دعاء ذا هلك لابد عينيه أي قنود ذا لوجه شرع صلاة فرلك قنود ذا لقنود أيه وحا الصحيح إن قنوت نوازل لو قنوضا يا أيتهاي والنبي صلى الله عليه وسلم لما تسود الرذي أولد بقنوض الشر دعاء عدو الدعين يعدنا هبارا أيو أي قنوض دي سؤهي بذو تشوفتين شري قنوض درم معها أما إن صلاة ها قار كود لقبقار يالو سيدا صلاة الصبح وكره وقنود شوكت أمر والبلا يسكى قنوده سيدا يمركا فوق هذا قاركوز كتاكيه سيدا الشافعية وكاله وأي الهدين صلاة الصبح مر والبوا لقنود إياه آخر كالصلاة قنود تنوى ميت شوكت يعني مركا السنة شوكت وأن لقيتك ينويان سيدا تيدا أي الهدين تنو عاصي وحوي وامدان صحيح أهين قوي بوحو يهي إنا صلاة الصبح قنود لقو قاري يلي ساسا قوي بيه أما حديث كقصو أروري الشيقة يا نبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح هو قنود الشري أو كما الزولين وكما بح النبي صلى الله عليه وسلم من الصبح قنوده حتى فارق الدنيا حديث كاسوا ضعيف علماء قاركود واترتا إنا القويين لكن حديث كعلماء المحدثين هو اسكو خلافين بعضنا وحي الى هدين وحسن بعضنا وحي الى هدين وضعيف لكن لبدا وحا قوسا يعني قول كضعيف اي ايا قوسا وسندك حديثك وحا كشرا من ابو جعفر الرازي الى هدول اسكو خلافين من كاسنا وحا قوي وصحيحة إنه ضعيف يهي وحديث كيس وحكبا إياه الدان وهلين إلا ضعيفنا أيوه أي مركة صحيحة أبو جعفر الرازي ضعيف وي سأسأودي وحو لتفردي أولك لنقضي من حجة نقضي سماءها مركة حديث كيس وضعيف حكم مركة لك ما قاضني ولما وحو خلاف سيهي عموم كأحاديث صحيحة صعر ورطين وخلافين وحاديث صحيحة صعر ورطين وحي شيء بيسا النبي صلى الله عليه وسلم شمس السلادود بين قنود الشري قنود تازن قنود النوازل بيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاةها فرل كقنود قنودا وحي أهد قنود النازلة كلية كان لا يقنط فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم مركا الشافعية دو استحباب كقنود صلاة الصبح استحبابين وأيولي بي إلى هدين قنود لقو قنود إيانا وقنود اللهم أديني في من هديت يعني تسأل لقو قنود إيانا
هدي مركا جمع لي هين وإن مركا لجمع يايو اللهم أدنا في من هديت لي هذا إلى آخره تنوع عاسي وامد مركا غلطة وان مركا صح هين. اللهم هديني في من هديت نوارك الدونا يقنود ويتر يقص عرورتي صلاة الصبح كميسة بسنة صلاة الصبح قنود لغو قنود أيه كميسة بسنة قنود ويتر لغو قنود أيه صلاة السنة دي هبين كيلة تكدو وعشاها انت كدن بيسلة تكنا أيه إلا انت واقع نود اللاعين انت دعجيدا لتكنكرو امركا ترديدو أي سدير تهي والرقعد أما صدح رقعدود أما وحلمدو تردو كردمان تيئا رقعد أقدم بيسي وطريقا وقتك اعتدالك أيها لقو قنوداي ولا أخريا بوابك الصوص سعودين إنو قو إمن دونتا إن شاء الله تتأودد أهل العلم قاركود وحي الهدي وحيالها اللياب كلبي كم متاهي إن قنودي وطريقا قصة عروري إن تمركا وطريقا أن لو استعمال لصوقا تو صبح لو بدلو وحيالها عجائب تفقه كل عي أي مركا كم يتعي علماء قاركود إلهي مركا قنودا لقنود أيو سلاذها فرالك وحيكو قارتين نوازيشة نازل هذا نوح اللوغة تشيدا مصائب تأمد باتوين كعام كيسود ري أي اللوغة تشيدا وهذا يدبات بعضو حالة دعين كاسو كلاوها لقنودا ولبا دباتا لقا قنودا يا دباتا عدن ماها ودباتا دل حق ودكتمي أي اللوغة قنودا لكن دباتا السماوية أبارها هي أشياء اللهم تكوك للغا ما قنوده وأيو وحاو النبي صلى الله عليه وسلم نازل ذوك قنودي أهي يعني مدمرك لبات ضدك التمئة أي النبي قنودي صلى الله عليه وسلم ومرك قرادا للاي قبائش مرك الرعل إيا الذكوان إيا عصية إيا اللحيان وأفرت قراء وهباري النبي صلى الله عليه وسلم هباري وإياني أي النبي قويم صلى الله عليه وسلم تبدو وحي الشيكتين إنا يسوع إسلامي وحينا يراهدين وحنودونينا ضد مركا دين تنبرا وعظم قدرتو أي ندونينا دهدنا النبي صلى الله عليه وسلم تضباطا سحابتي سيكمد وقدر تضباطا السحابتي سيكمد أي الراعية يقدر أي سي أي دين تأصبرا وليك حيستين وحي الله تغير مركا قريه دي يرهره دي بي لقاعد مركي وحوهي أي يعني مركي ماشي دقنائيين الله تغير في تضباطا كيبا الدليل تضباطا كيبا وادليل مركا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرنكا كحما دي ضبط يدنواها بارك مدبل أه أي النبي صلى الله عليه وسلم صلادها فرلك أه شنت ركوها باري بل أيها بارك أولي وشنت صلادود با آخر كذا مرك اعتدال كركوع دلقى توسو أي كوها باري دبدي سنة صحابته انت يقعمها سرق غادين أي آمين سنة ينو آمين لهاي بل مركو هبارك أولي أولها اللهم العن فعلا وذكوانا وعصية عصب الله ورسوله أو سلاوها باراي أي مركدا بوحسودك تي آيادوا إلى هيري ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم مظالمون حقا جماعها أمكو مصقنان أدقا أمورها يتصرفك وحبك مليه يعني أرنكودو حق إلهي وهذا يما إلهي بأرن كودة دبدي قاية إلى أما أكتوب أقبله أما أكعذابه مركز النبي صلى الله عليه وسلم هبارك وهباراي قل يها أوتوتي مركز دنبنا إلهي وكتوب أقبلي ويصو إسلامين إسلام لمدودين ويوناك سنة مركز نازل ذو كبنو ذي تاسي ذا أبي أهي أما سيدا أي مركزتك قاركود إلى هدان مشايخ قاركودنا أي استحبابين وأه مركز أبارها إن مركز الله قنود وصلاة شنت الله قنود يدو النوازيش الله عسكنا أيو الرب دول لو قنود تا
تنع عاصي السنة رسولك صلى الله عليه وسلم كما السنة ويا رسولك صلى الله عليه وسلم وحتك إسي أبار وادعين أباره دعين النبي كما قنود أقنود كما السمين لكن ربضون توحي لأدهي سنة كلا إلهه النبي صلى الله عليه وسلم السمين وعما النبي وحو السمين شري صلى الله عليه وسلم إنه صلاة الاستسقاء إنه أبوحو وصلاة الربضون تتكدو أو دب دمرك الدعيو يعني مركا استسقاء قاس انتو تكدو دعادي استسقاء قانا مركا أسميو دعيو سلاتي ذاب النبي السمين شري صلى الله عليه وسلم سل بعد ما وادع ذي النبي قلنا السمية صلى الله عليه وسلم وإن ما لنت جمع من بركة الدعيين وادع ذي مرك إنك أعرابك هؤيمي أو النبي صلى الله عليه وسلم دعا ويدي تاسنا النبي وكد دعيين من بركة إسوصار مركا لكن مدع مرنبا النبي صلى الله عليه وسلم استسقاء من روضون إنه أقنوا ذي مدع لبصون نقل ساس أودي إن سلا مركا وقتك الله قنوضا الروب دونتا يعني وامن مركا سنة عملك هيدا مفعلك هيدا النبي صلى الله عليه وسلم وامن خلافا وانا مذو النبي كتقي سلا مركا فعل كيس السنة ويهيبا ترك كيس السنة ويهي ووحو كتقي وحا السنة إلا قتقو وحو السمايين وحا السنة إلا السماي عيا السنة قنوضا لقنوض أيو أختي النوازيش مركا لقنوض أيو أدلة أما أحاديثا وشيخ السؤال وريي ويقصة بصنطة هاي مسألة أنا علماء ذوي قبان أو وحي مركا أقبان إن لو قنوض كرو نوازيش سيدا قال ذو مسلمين تلين تلين يسو أما دباتوين بضن إن يقصة مين وكالين لو قنوض كرو يظنه عمل فلأي أحاديث تاس كان لا يقنط فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم وحكروا لك قادنا يا أشخاص اللي دعين كرو مؤمنين أولا دباطين أي أما مستضعفين وقال لك عنتو ذا كتشروا أي دباطين أيان إن لو دعين كرنا والله قادنا يا وحكروا لك قادنا يا دعا سلادة بديه ذا اللي قد دعين أيو أمرك وحوي أشخاص من لما قعاب أيه اللو الدعين أيه الله قم قعاب أيه مقع عيسي مقع آبه صلاة إني نبريني صلاة إني نوحبي إليني أي أيضنا لقا قادنا يا حديث مركا الدليل ويه وحكرا لقا قادنا يا عدي حد قدب السماي سيء وقال بكم إذا حد قدب قار اللتمي سيدا دبا تقارو كالمسلمين تقو السماي سيء يجنا مركا إن لا هبارك هبارك الله هبارا ينا وحلاق قادنا يا إن لقو هبارا يو إنه إلى هاي مركا قبطوك لإن لقو هبارا اللهم اشدد وطأتك على مضر مؤرا يعني وحوي إلهو هلاق أو حبذا كريم الدعاء النبي كو هبارا يو وحوي كو هباري كري إنه إلى هاي قبشر مركا او قبر ايو انو اتك ايو كنكوها بارجر اللهم شدد وطعتك على مضر واختي اذا قير كودنا قارد وحكوها بارجر النبي صلى الله عليه وسلم انو الهي تشبيه اهزمهم الهي تشبيه لكن كمها بارجر النبي صلى الله عليه وسلم انو قارد حبتك الريبين اما انو ودهلاغو أما رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا تاسوك لنبي كما هباري نبي النوح واترتا إنه كهباري أولي رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لكن نبي النوح لفتيسو مركو صدا كهباري ومر لو شيء قال هذا عدك الصو إسلامي دون تائني نتشرين قال هذا عدك الصو إسلامي تائني نتشرين مركي لو شيغي دبديد ايو سلا كو هبا ووحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن يعني نوح وحلو وحيودي انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن الى ان قومك قد كرمين ان مد هره كرميه مويانا مد دم الى ان كرمين دونن با الهي وحيودي او شيغا مركي سلا لو شيغي
أيو دبدنا هبا دبدوا كايري ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا لكن هذا الروح اسكما أرنكرا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ويؤفق عد الشيكتي قال موي وحكى لإنني دلين عد الشيكتي مجلسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم قبائش مركو هباري قراد اللايي وتآيدك سودكت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون مكي آيدك سودكت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون آيدات مركي كسودكتين نبي واتشو تشيي هباركي المهم علماء وحي إلى هدين هلاك عامة وقال هذا حبل إلهي إنا نكرر بن الدمان وذالله يؤود الدلو تنوع عاصم إذن النبي قل السبيعي معها من سنة يتقصق أن معها مذو حوي سنة كونك أنا من خلاف ثوي رسوله صلى الله عليه وسلم وحين وشك قال هذا إنه يشري دونت إلى يوم القيامة إلى قيامته ككعيس إنه قال يشري دونت مركا دعاء خلافا سنة كونك أهي يصيد مركا إلى هاي يا رسولك سئنو الشيق يعني دعاء خلافا إن مركا للي ما يدو سلاسي يضع أيين أو أهي سلاسي يضع أيين أو أهي يهود وحوينو الشيق النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان كيني تشري دونانو مسلمين تلد قالامي دونانو يعني مركا بقح يجيتك بأي قيلين دونان ويرون دونان مسلم وكالي يهودي بعد ما ضيذا كسبان كالي ودل وحكال النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم دجال مركو صبح صدبات كونوا يهودي إنه راعي دونا صدبات كونوا يهودي إنه راعي دونا با النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم وحكال النبي الشيخ قيامه إنه كعد دونتو دقالعون أهل أي قيامته كوكا عيسى يضع عن مركع عيد مسلم يتشوبي أضدك كو أقشك بدنين يهين يعني عيد قيامته سوها ليس يقول وحكر النبي قل لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله قيامته كعيما يسا إلى أرلد لقعر والي لا إله إلا الله بمعنى إقالة إسوه بحية المهم إلى آخر الزمان كإن إقالة باقي النقون يسوه وإتشوبيان سيدا السلام مركا النبي صلى الله عليه وسلم وشاك واركا النبي وشاكين وحق دعاء الروح هذا بكل دعاين يؤولي يا هاي إله يو قال هذا مري أحبلها كريبي الروح هذا كريب تيان وشيرين معنى هذا محونا قريا إله واركا النبي وشاكي وها قال هذا من الباقي النقونا يسا إلى آخر الزمان كا سخلا صلع رينك كي يلبى معنه دعيا يعني تصريحنا جلس خلاف سنين إذا عدوا النبي والشيخ ينام صورة قلها مركا الدعاء خلاف سن يعني السنة دي كوني قاهد خلاف سنوي مركا سيدا صيادة أبي خلط أطهي أهل علم ونا أي إله دي مركا للدعين أيو وإلا قد عيا قال ذا إنو إلهي تشبيه إنو إلهي عقابه لكن إله حبنها كريب يعني مركا تاصي دي وامد قلضة نبي قنكم الدعين لا ينوم الشرعين لكن إله تشبيه تصير والقدعية نبي قلوا قدعين شرع وانا يلو قدعية اللهم اهزمهم بورن شرع إلهي وشبه شبين تلا شبيانا دنتو دبوي او وحلق ايابا مركا لشبيو او لباتادو كبدا عدو هزيمة دي شبكو اي كبدا عدو قاركو دينا اي مركا كفكران وحكو قاتان واستيلاهدان وروقل دنتين اوين قارسو اسلامان باوجع كرتا شبين تلا شبيا نوعا ما وعدي بيوته كلا مركا تاسيضا والله وهبارا حديث كان نوحو الشيقيا اللهم اشدد وطأتك على مضر إله قبشد المضر قبنا يسأتك بمعنى وحوي أبار الضرر وكلك قبر المهم موضوعا شيخ وحينا وشيقي قنود نوازشة لقنود أيه وصلاة الشنطة أبا مركا قنود لغلاء من أيه ويكسب سنطة هاي
marka la qunuudayna sara ayaa loo akhrinaya oo imaamku saru akhrinaya dadka marka daba joogey bimaana maamuminta ah ku xidhana gacmaha sara u qaadayaan aamiina wa oranaya al qunuut fil witr qunuud salaada witriga gudheeda lagu qunuudo ayuu sheekhu halkana kaga hadlaya wa kana wuxuu ahaa nabigu sallallahu alayhi wa sallam yaqunutu mid qunuuda buu ahaa fii rakcati lwitri ragcadda witriga iyadana waa ku qunuudi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam waa ku ducayn jiray axyaanan marmarka qaarkood buu nabigu ku ducayn jiray sallallahu alayhi wasallam inuu ku qunuudi jiray xadiidka sheegaya witriga maxamed ibnu nasr almarwazi baa fii kitaab alwitri ku soo wariyey daaraqudnina waa soo wariyey sheekhu wuxuu yihi bisanad saxiix bay ku soo wariyeen sheekhuna wuxuu yihi axyaanan waxaan u yidhi saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee witriga soo weriyey badankoodu may sheegin qunuud witriga lagu qunuudaayo badankoodu may sheegin haddii nebigu sala allahu calayhi wasalam qunuudda witriga lagu qunuudaayo uu samayn lahaa si joogta ah u samayn lahaayo daa'imana saxaabadii rasuulku sala allahu calayhi wasalam dhammaantood baa soo raari lahaa ama badankoodaaba soo raari lahaa buu macnuhu dhacay waa jirtaa buu sheekhu yidhi saxaabiga ubay ibnu kacbin la yidhaahdo keligii inuu isagu soo raray oo soo weriyey in nebigu sala allahu calayhi wasalam ku qunuuday salaada witriga ama ragcadda witriga marka taasi waxay ku tusinaysaa buu yidhi mar haddii asxaabtii badankoodu aynay soo werinin witriga inuu ku qunuuday hal saxaabi quri uu soo weriyey waxay ku tusinaysaa si joogta a nebigu inaanu u samayn jirine marmar inuu samayn jiray ayaa markaa ay ku tusinaysaa laga qaadanaya taasina waxay daliil u too ku jira daliil baa ku jira ku tusinaya inaynay waajib ahayd oo mar haddaanu nebigu daa'imin waajib ma aha ilaa hadday waajib ahaan lahayd in witriga lagu qunuudaa siday madaahibta qaarkood ay sheeganayaan in witriga lagu qunuudaa hadday waajib ahaan lahayd waa nebigu sala allahu calayhi wasalam kama tageen ee si joogto oo daa'ima ayuu u samayn lahaa inaanay waajib ahayn witriga in lagu qunuudaana waa siday jamaahiirta culammadu ay qabaan qolyaha xanafiyada la yidhaahda ayaa waxay qabaan in witriga in lagu qunuudaa ay waajib tahay bacdi xanafiyada ka mid a oo sidaa khilaafay daliilka daraaddeed u khilaafayna waa jiraan oo madhabtii aan raacin oo uu ka mid yahay almuxaqiq ibnu lhamaam uu ka mid yahay oo uu yidhi orodka la yidhaahdo witriga in lagu qunuudaa waa waajib la yidhaahdaa waa mid daciifa oo aan daliil markaa lahayn ama daliil aanu ku qumaynin oo daliil aan lahayn wayajcaluhu nebigu sala allahu calayhi wasalam waa ka yeeli jiray qunuudda witriga qabla rukuuci rukuucda ka hor ayuu ka yeeli jiray oo intaanu rukuucin markuu qiraa'ada akhriyo faatixada iyo suurad kaleba markuu akhriyo oo aanu weli rukuucin ayuu qunuudi jiray waxaana sidaa soo wariyey ibnu abi shayba iyo abu daawuud iyo nasaa'i nasaa'ina sunan kubra ku soo wariyey axmed iyo tabaraani iyo bayhaqi ayaa soo wariyey sanadkuna waa saxiix baa sheekhu yidhi wa callama waa baray nebigu sala allahu calayhi wasalam alxasana bna caliyin xasanoo ina cali ah waa inanku awowga u ahaaye inantiisii faatima ay dhashaye radia allahu canhu ilaahay raalliha ka noqdo xasanu bnu caliyine an yaquula inuu yidhaahdo ayuu amray radia allahu canhumaa waa munaasib u ahay idaa farqa wuxuu baray inuu yidhaahdo xasan yidhaahdo idaa faraqa markuu ka faaruqo min qiraa'atihi akhrintiisa uu ka faaruqo fil witri salaada witriga gudaheeda uu akhrinayo uu ka faaruqo inuu yidhaahdo ayuu baray allaahumma ihdinii fii man hadayt allaahumma ilaahayow ihdinii ihanuuni fii man hadayta ay fii man hadaytahu kaad hanuunisay ama fii man hadaytahum ciddaad hanuunisay yacni markaa jumladooda anoo ka mida ihanuuni ay fii jumlati man hadayt wa caafinii ilaahayow ilaaliyo i bogsii
وبلايد يا دباتوين كايغا الالي فيما عافيتا جملة عداد مركع الالي الصي ومصايبك يا دباتوين كا يحنو النظرات كا الالي الصي جملة ذا انا وكملا اما حالا كملا هاي يعني مركع اله ودور الالي وتولني الى هايو اغولي يالو وبمعنى اتشعلو او الدور او ايقرقار في من توليت حال انا هاي كائنا في جملة من توليت اي من توليتهم عدد كولي يالتي اتشعلاتي اقرقارتي دودوب كودي جملة ذو دا حالا كتشرو الى هايو انا اغولي يالو اتشعلو او ايقرقار وبارك لي إله البركة فيما أعطيت أي في الذي أعطيتني كي أد إسيسي أي إياه إسقى أد إسيسي إله البركة وقني إله يوم إلالي شر ما قضيت أي شر الذي قضيته كاد حكمتي قدرتي شركي سنة إله إقدر إلالي فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنك أدب تقضي إله وحباد حكم إيسا ولا يقضى عليك كركا قال حكم مايو أضيت هاي حكم كاسي حكم كي قدري هو حكم إيسا يهضي هاي حكم كي شرعها أم حكم كي جزائها وحكم كإلهي لو تيريا وحو نقضى حكم قدرية هي حكم جزائية هي حكم شرعية صدق النعب والنقضى وإنه لا يذل من واليت وإنه شعلي لا يذل مد اللوبايو من واليت أي من واليته كذا دقو حرير السيد اللوبي ماي أما كذا دقو أقرقارتي بمعنى أدقو آد أدقو أقرقارتي يعني مركا دلوبي ماي ولا يعز ما عزو بايو يعني شرف يعزي لما يمن عاديت يعني كاد لعو اللودانا اما عدة لعو اللودانا عزي شرف لما يصر يغلبة تباركت ربنا وتعاليت تباركت اله يو خير كاقابت اي بركات ربنا اي ربنا ربك يو وتعاليت ونذكر ريس لا منجا منك الا اليك بدباد أديق اللقاء بدبادا مجرو إن حقا قلوسو بدبادا مويان ووحد مركا عيد الله الدونتو عيد كبدبادي سامجرتو مصائب كي يجباتو يمكن عيد كبحصان كرتا مجرتو من عيد أديق وكوكو رسول أديق كبدبادي سامويان حديث وحصوري يا ابن خزيمة يا ابن أبي شيبة أي سوري وحونا الشيخ يري حديثك كان كهرية تخريجك أنت مركز صو صارت وكلا كنا صو صارت وحباب كان شيخه كجاه الله يا صلاة وتر جا بده هذا إن قنود اللي قلي مادة صلاة وتر جا بده هذا إن قنود اللي قلي مادة أما لقو قنودا صلاة رجع ده وتر جا لقو قنودا وسنة جماهير تقول ماذا نصاص هي قوانين السنة هاي وين واجب هاي سأوجد وإن وقتينا لغتك حلية قاركود نلصمية أهل علم قاركود رمضان تي قنودان إنت كلا نما قنودان أهل علم قاركودنا نسك الدنبئ رمضان بي قنودان قارنا السنس كودان بابي قنودان لكن صحيح وحيتي على كل حال إنا للدائمين أي في عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والدائم شيخنا من فيه وتحقيقه أمة المامي اللهم هديني في من هديت قنود دي وتر يا كسو أروتي صلاة صبحكم أي سؤالوني رواية الصعب تضعها السغني وحي الشيخ يسا قنود وتر إنا يا حي تاثير بشي مركا قنود وتر قال لكم قنود أيوه اللهم هديني في من هديت أي الله قاضنا إياه وقتك هذا مركا قنود ويتر قال قنود يا وقورما مرفوع للدبديد بام سوا كهر حديث كم مرفوع وحو الشيقيا إن قنود ويتر قال قنود يا أي تاي الركوع ذا كهر وقراءة الدبديد إن أي تاي إنتان للركوع قبل الركوع إن أي تاي
وأنا سيدة النبي صلى الله عليه وسلم أو السمائي تسمي سيدة خلاف صنو بعد الركوع وقنوضي وترنا نبي كما أصلحن صلى الله عليه وسلم وكما صرنا هيا الشيء علماء قاركوز وحي الهدين لماذا مدول وبنان وإن الركوع لكهر لقنوضي إن ركوع للدبديد لقنوض مركب ركوع لقصص اعتدالك وترقي رقعدي وترقى لبدا مدول بإلا قنوضا وابنا انتهى أما كور ركوع له أما كدي فنين تلبنين أيو إن اعتدالك لقو قنوضا وحا أصل لو قدقا أي آثار الصحابة قار كود كسو أرورتي وبعض الصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم كمدا فيكسقناتي إن القنود وترق قنودين مركا الركوع ذاك التوصيل وعي استاقين اعتدالك شمع الصحابة كم لذا أي سيدة سيدي كسوا أرورتك مركا مرها دي الصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم شمع كم لذي سيدة سميين إن وقتك اعتدالك رقعدي وترق إلا قنوده لقو مشيكي كرو بدعا لقو مشيكي كرو ساس أود إذا لمضى مدولي با فنان بيع لمضى قاركوز كقاتل لكن وحا أفضل سيفي عن فالركوع ذا كهر وقراءة ذا كدام بيسي حديث كمرفوع كسو بيه دعا ذا هدام مركا قنوض ذا وطري قال لقنوض ايو قال لقو قنوض ايا وحديث كان الشيق ايا انتان الاخر يوم وحانو كسو أروي اللفظ إفراده هدام الروح الإمام كأها استقم الشمعين يا مثل سيدنا بو آخرنا أكثر كعلماء وحي الهدين وإنه الشمعية فاللهم اهدني في من هديت أولى هذا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت إلى آخر أو إفرادك وإلا وبدلات شمع إلا وبدلات لا شمعنا حديث بنا الصعر وريشيق أيها لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم الدونيان قلت جن أو دبت كقاريه للدعاء نفتيس كقاريه له إساقان يقل لو ذات جن فإن فعل ذلك فقد خانه خذوا السرى لنا وخيامي حديث كاسي حديث علماء واسو خلاف صنفه علماء قار كود با تحسيني وترمذي كمذي هاي حديث كان إمام أحمد إي أصحاب السنن كاسوري ترمذي نوحو لحديث كاسي وحسن العلامة ابن القيم نوحو كورنا إياه كتاب كتاب زاد المعاد كان وحورنا إياه مركو دعادي استفتاح الشيخ اللهم باعد بيني وبين خطاياي وحورنا يا شيخ لورنشري ابن خزيمة مركو حديث كان سوري وحيري حديث كان وحكم ديها وحيالها عبدينا يا حديث كي موضوعها إنه الصحة هاي لما يعني مركو يا هاي وحنشري الشيخ نفتي سدعادي نكو قريب حديث كان وحكو الشاقة حديث كان الموضوع لكن معاصرين تقاركوا ادبا وحي الى هدين حديث كان موضوع ما هي حسن وان نغنيا بل علماء قاركوا ادبا هدى كل حلقا كيره الرئي سيد المبارك فوري صحفة الأحوال لا وحاول يساقى لفتي سؤرنيا صحيح ما هي حديث موضوع يهين هو حسن بورنيا شعيب أرناؤوذ لفتي سنستاس مريا أو رميا غلو إذا كتشر إلي هو الموضوع في حديث كان يحن قريا درجة الحسن أي نقنية لكن الشيخ الباني حديث كان وحكو تقي المركز تقي هاي ضعيف جدا أدي هذا إنه ضعيف بيها موضوع نماذي ماتي المامل لكن ضعف يقيس إنه درية هي بيت المامل حضوا بقى الصحانة علماء القاركود وحيكو حنبارين إلا وقتش الدعاء عام كأهي قنود إنيته والعلامة ابن القيم وفقصر رأي الشيخ في شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يريه حديث كان الشيخ إياه لا يؤمن عبد
قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل ذلك فقد خانهم وعلى قحن بار يابو يري يعني قنوط وكلا على قحن بار يابو أما أدعي الدعوين ككلا سلاة قليه إلا الدعوية يضي استفتاع تهي يضي آخر كسلاة إلا الدعوية تهي يضي فرق أدحي الله بدا سجودو تهي يهضي تهي دعوين كلا أدعي استفتاع سجود إنك أدعي استفتاع وحلا متك كل ذلك وعلى سبيل الإفراد ذلك أدعي ثانية نبي قال صلى الله عليه وسلم حديث قصة الرطي وعلى سبيل الإفراد يسوى يسوى إمامك اللهم باعد بيني وبين خطاياي ورنجري وهكذا مكة المهم علماء البلن كود وحي الهدان دعاء القنود مركز لقود قنود لقود عيني هذو الروح إمامي هاي وعينه تشمعية قول غريبة علماء قال كود الهدان سيد الله أخرنا يا لكن نفتي سكري ومن ليونا يو تذكر كذن بي آمين لي هنا مدول بنفتي سا أي أن قريسا دعاء إنه دعيس إله أخبر بمعنى وحوي مركا مدول بمركا سيدي سوغصب نانس لكن وجهك سمك قوي معه وجهك قوي أي وحي تهي حدي قنود لقنود أيوه إن دعاء لا تشمعيه أي أن قريسا وترها أهاته أما دعاء نوادي لها أهاته لكن إمامك كله يسكت دعيسته أنا ضدك كرسول جلني تنو عاصمك الصحماء تعاد وتر قال لقون وضيه ما أنت كلي على آخرين أيام سوحك والله قصي لركنا حديثك مرفوع أنت ما قصارتي لكن آثارت الصحابة وحكى صار أرثي أشياء كلنا إلى قنود وتر كد عيشي تساوي آثارت الصحابة وحلق قاتل الإضافة كلا أم الزيادة كلا لغو داري كرو قنود وطرق لغو قنود أيوه ولغو الزيادة كرو أين ممنوع هين دعا كلو الزيادة إلى سير رأي وحنا صحابة قاركوز كالسقناتي إن رمضان خاصة انت الضنبوء كلا مركي قنود أيام إن يحوي قال لها بارك شرين مسلمين تلو دعاي شرين تسأودي زيادة إن لقدر ممنوع معها ولقدرك هيش تطويلك الزيادة آت كاللور ليرين أيوه إلا قدر يوم إذا آت أدير تنوع سوى مدمرك غلطة أو السنة مركة خلاف سنة بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يسحاب ليس من نبعين السمين زيادة الصحابة قاركوز قدرين ما بضني لكن ذلك قاركوز بعد مركا حرم كاي فشايخ ذا قاركود كدعيان اي ماذا حرم كقاركود اي عاد كود ليريين بيد الظهن مركا إساقا كقاتل مركا سيوحي كعادية شنين ادي اذ لو ليريين كأنه ايتها السنة ليرين تاسب ايتها لكن تنو عاسي مركا وحي السنة دي ماءها سنة وإني مركا قابناته قنود دا وطرق لقو قنود ايا وإني نعب ليرانه قابناته أما تطويل كالزيادة إلا أن يرين أيوه ويجعك التنص الساعة ما وحكا بدن إلا تاقنان أيوه يعني تنوع عاصي وحوية السنة وخلاف صنطة السنة دي من خلاف صن ويا عنكو سيد رأي مسألة قصة بصن مركا قنود دي لغم أيوه صلي ما لقو ختم كرام مثل لقو ما ختم كرام مسألة قصة بصن صلي قا ختمات لقو ختم أيوه العلم يقاركود والديدين ووحي الهدين مسو ألوري لكن الشيخ الباني ملكي دنبوح المري رحمه الله إنه حوي لقو ختيمه كرم مشروع عيتهي إن مركز صلي لقو ختيمه دعا دقون وضع وحنو إلي لبص حابي أي كالسقناطي أو بي بن كعب صحابي قال لي الهدى قنود ده مركو قنود وترقا صلى النبي صلى الله عليه وسلم أيكو ختم شرك وكذلك الصحابي بكلاء أبي حريمة معاذ الأنصاري اللي إله ده وحانو كم لدها قوي صحابة دي وقت عمر بن الخطاب ذاتك توتين شري تراويح ده أيو كم لدها إصدنا الساس اللي يقول حقوق ختيمي شري صلي النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء قنود كو ختيمي شري
سأسأل الشيخ وحول رحمه الله فهي زيادة مشروعة لعمل السلف بها وزيادة الشرعية على السنة وحين مشروع كل نقطة والسنة كل نقطتي سلف السمين سيطمئين فلا ينبغي إطلاق القول بأن هذه الزيادة بدعة والله أعلم يعني ما هبونا أراهض إلا إطلاقه لسيد أيه لعرم أيه زيادة وبدع صاف يا أبو الشيخ يلي علماء مركة ديدين وحكم عز الدين بن عبد السلام باكم إذا شيخ الشافعي قاها طوحوا رسول الشيخ وكسروا النقلية ولم تصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت ما أصحهم للشيخ الشافعي صلق الرسول صلى الله عليه وسلم لو صلينا يقنوت دقوده هذا ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما هبونا صلاة النبي وحبله وكر ليه مركة تاصلنا وحيكو تلسلنا يساب الشيخ يريه هذا الكعز الدين بن عبد السلام ويريه إن المركة لو توسعين أرهن يقول سابسن بلع حسنة وعز الدين بن عبد السلام وحلق قصر نقرية إنه بلعاد قيبية وشن قيبة قيبية وحالي علماء الولادين بلعاد قيبين يوى بلعا لغوية يا رب ظن ودك قار كود هذا الكيس قاتي أي لهذا وبدعة حسنة استقوى الديدة عز الدين بن عبد السلام وحالوا إلى ذا إلا السمية معها مركة تاسوح يكتب سنة يساب الشيخ ورميا وفي هذا القول منه إشارة إلى أنه لا يتوسع في القول بالبدعة الحسنة مركة تنو كلينا ماهي أشياء بضن أي مركة إلى ذا وبدعة إلا السمية معها لكن على كل حال سنة هذا مركة إن بدعاها يا شيخ وإنه حقيقي وحانو تلمامي إن أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم عدكم إذا يكسب ناطي مرة يكسب ناطي نبدا عنه غرم يسوه مركة وعر مستحبة إن صلق النبي صلى الله عليه وسلم لقو ختمه دعاء قنود ويترق لقو قنود آيه التشهد الأخير التحيات كالدنباء أيها الشيخ ولكنك قهد لي رحمه الله وجوب التشهد وحادنا السيبا بيستي أما عنوان كسير دقي التحيات كالدنباء إنه واجبي هاي ثم كان انتهد بذوحها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة مركو لما يستر الركعة أفراد بديد يجلس مدفر يستأيوها للتشهد الأخير التحيات سيقدم بمد أفر يستأيوها وكان وحوها يأمر فيه مد أمر أيوها فردقا قده سوحو أمر جرئين لأخري بما أمر به في الأول كو أمري فردقي هوري مركة لو أتحيات سنة يوحو أمري إلا أخري أيو هل كان أمري إلا أخري بمعنى أتحيات في مركة هوري إلا أخرين أيي وكلام مركة دمبر إلا أخرين يا سلادة قبديد ويصنع وحو السمين يا روح فيه فردقا قده سوقدم بأي سلادة ما كان كوها يصنع مد سمية في الأول فردق يهراء التحيات سيغو فريستي سيدو السمين شروك لا أيو السمين أي إلا أنه كان يقعد فيه متوركا وحوك قبد اللاون وحو فريسان شري فردق أقدم بأي صلاة وحو فريسان شري إساغو تورك سمين أي أو سنتا بدح لغان أي أدنك بدحنا أدنك مدق هستي سعاردي سكدو سيني عارد أدنك مركا بدح أما مركا فرها كدو سينيا أدن كمدق هوستيس كدو سينيا وبمعنى سنتا يعني مركا بدحنا ديغانيا توركنا من الورك بالغا كانوا وتفعل من الورك وسندقاس شوي سنتا لا ديغانيا يفضي وحو قارسين شري بوركيه سنتيسا اليسرى بدحيسا إلى الأرض أرلد أيو قارسين شري يعني مسكتي ساس وحوية بدح أيو مركا لغن شري مركا دولكا ويخرج وحسو بحن شري قدميه لبدي سا أدن وحكسو بحن شري من ناحية واحدة جيس كلي يكسو وذا ساري شري جيس كلي أيو كسو وذا ساري شري عجيز كالشيغة يا إنو تورك السميني كان يقعد فيه متوركا شيخ وحول البخاري بسوري حديث كمركا الشيغة يا ويخرج قدميه من ناحية واحدة وعشيخه يلوح السوري أبو داود يا بيهقي بسنة صحيح ويجعله حكي لشري اليسرى أدن كبدح تحت فخذه وساقه بوددي سمدق يردن كيس أمحوق كيس سمدق
هستيد وكيري شرق وبمعنى بودة بذحي حوق جيدة وبمعنى ساقة آه وردن كامركة أدن كأهم بذيك أي مركة هست مرين شرق القاسو وصلق شرق حديث كان وحسوري مسلم وينصب ويتاق شرق اليمنى أدن كمذيقنا ويتاق شرق بمعنى وحلو شيدا أدن كمذيق عربتي سنة سلو أتاق شرق عارضا الدماذا أدن كمركة عارضيسة أي أرلذ كتو تشرع تدنا عربت وإستاقي سايو حق مركة يعني سرأي يسوتاقي سا وينصب اليمنى حديث كان وحسوري بخاري أي سوري وربما فرشها أحيانا وحانا تشري تشرتي واختيادة غاركود إنو مركة قوغلو أدن كان مدين إنو قوغلنا وادعي تشرتي مر مركة غاركود وحانا سوري مسلم يا أبو عوانة أحيانا بانو الشيخ يلي مركا سيدا كلا أي غالب أهيد إن علبتا أدن كمدك تاغو أدن كبديحنا هوس مريو أدن كمركا مدك هوس مريو ساسا غالب أهيد وحاو الشيخ ينوت الماما يا التحيات كأقدم بيا إنو يهي مد واجبا وهي حديث كأنو صامر راي أما حديث اللود ليشنا يا التحيات كالنحي باب كأنو اللود ليشنا يا التحيات كدن بي وحانا حديث كأقصقنا النبي صلى الله عليه وسلم أمري التحيات سيقا والأمر يقتضي الوجوب أمر كنا وحكين صنايا واجبني مكين صنايا واجرتا مذاهب تقاركود إن إليهين التحيات كالذنبئية كهوري لبضبا والسنة وانا صوم الرأي ومالكي أبو حنيفة وحي قبان لبضبا إني سنيهين لكن صدى صحيحة التحيات كالذنبئ يعني واجب وربا والركني وإن لقتها ماءها تجتان كي سنة سجود سوي كم ما يو إلا لي مادا التحيات كي وروح اللود اللي شري واللود اللي شنيا غالب كودي حديث كنا وتقص روت النبي صلى الله عليه وسلم إنه تشهد كفر ليالي وحي تصريحنا يا لفظي فردي يا إنه النبي صلى الله عليه وسلم أبرك شري التحيات كا سدى سورة قرآن أبروك الأبرك شري سدى سورة قرآن وبروك لا يبرك أمر هنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وأنا الدائمي من قبل أن يفرض التشهد أنت أن تشهد كالفر الليل المركة لفظك فرضي أحاديث تقارك هذا صحيحة تصريح نيسا مركة إلا إلى ذو السنة صحيح معها مت صحيحة معها مركة أطحياتك دنبوا ولا لا إيمان إياه سيدي كيهور اللو أخرين اللو أخرين إياه نبي صلى الله عليه وسلم قال وصلنا يا صلي قا وحوقي يا ليبا عنوان قاره او باب دم بايوه يا حق فدغنا وحا لو فريسنا يا سيده صلاه دا اتحيات سيغا هره لو فريستاي او كلي لكن waxay kaga bedelantahay salaadi law atahiyad li atahiyad ka dambe waxa loo fariisanaya tawarruk oo waa in sinta bidix la dhigto adinka bidixna adinka midig la hoos galiyo waxana gaaliban u sameen jiray علبت أدن كمديقنا إنو سرأو تاقي شري لكن مر مركا قار كودنا أدن كمديق إنو قوغلو وادعي شرسي لكن مركا لفت إذا وحو سمين شري أدن كبديح وحو كالدح قلين شري حوق أدن كمديق إيو بودة أدن كمديق بو كالدح قلين شري يضو أدن كبديح وكو كالدح شرو ساق أما حوق أدن كمديق يبودة ديس وكو كالدح شرو ayuu ku fadhiisan jiray marka adinkii midig uu goglan yahay waxa uu noqonayaa in waxa weeye faraha iyo marka ay u jeesanayaan yaani jihada markay saaxibtu midigtiisa xigta ayaa faraha adinka midig u jeesanayaan cilibta adinka midigna xaqiisay soo xigaysa isagoo sida u goglamay ayuu adinka bidixna kala dhex gelinaya saaqa adinka midig oo yaani xoogiisa ah iyo marka bawdada adinka midig ayuu kala dhex galin jiray marka labada dhexdeedo saa ugu jirya ayuu ku fadhiisan jiray taasna waqtiyada qaar kood uu sameen jiray laakiin waxa gaalib ahay inuu cilibta adinka midig taago adinka bidixna oo hoos mariyo saaqa iyo bawdada adinka midig labadaba uu ka hoosaysiyo laakiin salaadii aan laba atxiyaad lahayn ee atxiyaad kaliya leh iyada waxa loo fadhiisanayaa uun iftiraash saynu soo maray وكان يلقي مكفه اليسرى ركبته وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يلقم متكدب ولبوها كفه كفكيسا
يعكر كيسا اليسرى بدحية ركبته روج يسكت دبول كره يتحمل عليه يعني وانا عسكن كره وبمعنى سيدي وح عسكن يوكل أي مركا أقف سنشر روج عجيز كان وحصوري مسلم أبو عوانة وصلنا فيه وحود شدي النبي صلى الله عليه وسلم فدقا قدهسا الصلاة عليه صلى إسقى الله صلينا يوشدي فيه ذن وحيون قنيسا يعني مركا فدقاس لو فرستي أطحياتكاس كما صلنا ذلك سدتاء شدي في التشهد الأول أطحيات سيغهوري سدو شدي إن لو صليو نبي صلى الله عليه وسلم أيها أطحيات سيغدمنا أجدي إن لو صليو وقد مضى هناك وحكوس هرمري هالكاس ذكر الصياغ أراهي ذا الشيغ استل الشيغ الواردة الصعروري في صفة الصلاة صليغ مركز فديسة عليه صلى الله عليه وسلم النبي قال وصلنا يه سيغوين قال وصلنا ينا يعني هراء يكوس ومرتي وين وصارقنا وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحنا الشيخ قال كنا أبا بيستي أم عنوان كردقي صلق النبي قال وصلنا يه صلى الله عليه وسلم إنه واجب يهي وقد سمع حقيقة وام مقلي صلى الله عليه وسلم النبي رجلا نين أيوم مقلي نكاسو يدعو دعي سنية في صلاتي سلادي سجده إذا يدعى سني منك صلى لم يمجد الله تعالى إلهي أن أمان ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال أن كصلي صلى الله عليه وسلم فقال مركز النبي قوحه صلى الله عليه وسلم عجل هذا وادق دقي كاسي ثم دعاه تبنوا أويار النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وعكيره إساقة ولغيره يعد أن سجاهين بوحكيره بمعنى سعى موحوشا جي إذا صلى أحدكم مركو تكن يوم متكين فليبدأ قبل أبو بتحميد ربه ما هذا النقى ربك أم هذا النقيه جل إلهي سجا وين وعز إلهي سجا غالبة يوثناء أمانته وأمانه عليه إلهي وأمانه قبل أبو ثم يصلي دبنا وقصر لنا على النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال يقصر لنا وفي رواية روايةنا وحقصنا ليصلي هقصر ليو على النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال هقصر ليو ثم يدعو دبنا ودعي سنيا بما شاء كودون إنه كدعي استو أي كدعي سنيا حديث كان وحسوري إمام أحمد أبو داود بن خزيمي حاكم يسوري وأنا صحيح وسمع رجلا وأما قال النبي صلى الله عليه وسلم نن يصلي نن تكن يا أيوم مغلي فمجد الله مركزان ننك وحو وينيه أماني إلهي تمجيدك وتعظيم يا صنع فمجد الله وحو وينيه إلهي وحمده ومهديه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا كسل يا النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو تجب دعيسو تجب دعاء والله أقبل هذا دعيسته وسل ويديسو تعطى والغسين هذا وحويديستنا والغسين سؤال وبمعنى إلهي بري حديث كان وحسوري النسائي بسنة صحيح مسألة ذو هل كان شيخ وكقه الله وحيكو السابسنته يسلق النبي صلى الله عليه وسلم لقو صلينا أيوه مركز الصلاة قبل قبدي ذا اللي قلت أطحيات كدن بيلا أطحيات صدو النبي قال لقو صليها صلى الله عليه وسلم إنه واجب تهي علمتنا أخوال بيكليهن علمتنا قركوذ حيليهن والسنة وأنا سيد الجماهير علمتنا أي قبان أبضاً كعلمتنا حيكوتها قين صليها النبي صلى الله عليه وسلم لقو صلينا يا صلاة قده هذا واجبنا ماءها ركننا ماءها إيه والسنة وشيء ونعكسن بيليهن أفضيلة هذا السمايو أشربوا كهليا هذا كتغانا مركا حرج يدي بمسار ساسا جماهير تعلماء أما بدن كود وكتغان بدن كعلماء ساسي مريح قول لبادو حولي هاي ما أطحيات كدن بقوديه سأي النبي قال وصل ليا واركني لأنتي أن صلاته الصحين وأنا سيدة إمام الشافعي وغيرها أي كتغان علماء قاركودنا وحي الهدين ما واجب لكن ركني ماءها وحد الركن إنما ما جارسيسنا لكن واجب ويصرد ويصحي سهدان للا إيمان
وحن يكون أصحيسا مركا مع الاسم بيكون أصحيسا ساسو كري علماء قال كودنا مركا أي خبان أو حذر كن لم جرسينيان لكن وحيليهن نقص بالصلاة يكون إمرية نقص جاسنا ما هم إذا الصلاة أبريسو بعض أهل العلم أساسي ذا بيلي شيخ وحيلي وأعلم أن هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد للأمر بها أحد قاتا إنه حديث كان يكون صينيه صلى النبي قال صلى الله عليه وسلم واجب هي في هذا التشهد أتحيات كجوده سئ النبي قال صلى أتحيات كدم بوي يانه إنه كنت صينيه حديث كان إنه واجب هي للأمر بها وحو كنت صينيه واجب لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر صلى قص وقد ذهب إلى الوجوب وحنا كنت جاي واجب لماذا الإمام الشافعي إمام الشافعي وكتري وأحمد إمام أحمد نوى كتري في آخر الروايتين عنه لبدا الرواية اللي قصوا وريم تدنبيسي رواية دي صدنب سدا سيدا بكتري وسبقهما إليه جماعة من الصحابة وغيرهم وحانا وقوه الرئيي سداس كوح صحابة كمدة إيا كوح تابعين تكمدة وقوه الرئيي بل قال الآجري وحول الشيخ آجري اللي لهذا في الشريعة كتاب كيس الشريعة اللي لذو حكويري من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده الأخير كان قصة للنبي صلى الله عليه وسلم التحيات كيس الدنباء أن قصة لين وجب عليه وحق واجب إعادة الصلاة صلاة إنه السعر يكو واجبه صلاة إنه السعر يكو واجبه ولذلك سداس درادي فمن نصب الإمام الشافعي إلى الشذوذ كأنس بي إمام الشافعي شذوذ نما أنس بي فقوق نما مسألة أو كفقوق مي علماء كلك الشاذ النقضي لقوله بوجوبها أرد كأيري الدرادد شاذ نما أنس بي وعلماء كالشاذ النقضي بوجوبها صلق إنه واجب يا هاي وأطعيات كذنب إنه واجب كي هاي إنه قلي ماده كسلا أنس بي فما أنصف عدالة دي إنصاف مصمين كما بينه الفقيه الهيتمي سيد عديييبا الرنكوي ابن حجر الهيتمي كتاب كيس الليلادو الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود مركبوح عديي أن المسألة الشاذ كو أهين أهل العلم كل الصعداء إني تشران قالوا قهر ريي قالوا قدم بيبي إني تشران المهم شيخ الألباني وحيوك تهي إمام الشافعي سيد كتقي إنه مركب راعيه أو قبه واجبني مذن وحظاهرة إنه وقتشيده يعني مدركن النماء أو بمعنى لأنت إذا أن صلاة أصحين صنيع سساس يذا أبو إيقيه قال الكتاب كوين كان كصيب الله عرنا كما إيقين مسألة سيد تنسيسنا لكن صنيع سسود إيقي وصاص وحسن مسألة قويسا قول كورنا وواجب أن ركن أهين صليق النبي صلى الله عليه وسلم لقو صلينا أيه أتحياك دنبك ذي هيسا واجب واتهي لكن وحوي مقارسيسنا هي الركن إنما مقارسيسنا تاس أيام مركا وحوي أرجحة حتى أن لأنت يتصلاة أصحينا نبي صلى الله عليه وسلم نكن تكن يوحكو أرى لها ارجع فصلي فإنك لم تصلي كن تكبو أرى لها ما تكن من أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه كن نقضى صلاة مركا وحلقا قادنا يا صلاة إن نقصي كسو هي لكن صلاة سؤال أصح ضي أدلة إلى ذلك كان قرشوا بيقول نعضي وحلونا يا شيء الركن جاء إن جهل اللغة تجا صلاة دين يا صحة كإنسان مايو وينك صلاة سحمي يبا ركن وقت جي وحوقت جي جهل بوقت جي وما قرنين ما دام أنا قرنين لو ما عذرين الله ما أرن يعني هون نقنين أو حلقو يري ارجع فصلي فإنك لم تصلي marka shayga ruknigaa ah hadii nisyaan looga tago iyo hadii jahli looga tago marnaba si lagu ma daayo laazim waxa in lagu noqdo oo la leeyimaado halka waxa ka soo baxaysa saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu salinayaa tixiyadka dambe inaanu rukni ahayn dalil kale aan kan ahayn oo loo hayo nama jiro oo kan ka xoog badan oo tilmaamaya xagga dalaalada waajibnimo laga qaadan karo gaayatu ma fi al-amri wa kan kana waxa lagu yiri ajila hada waa degdegay dabadna waxa loo sheegay kayfiyadda caynkaasi inuu la yimaado sidaas iyada aba loo sheegay
ساس أودي نروح هذا مرك الصلاة دي تكده أدر صلي النبي صلى الله عليه وسلم وكسلني إلا هو أون السلام النقصده وحول الله إيمانا يا مرك إسلا سجود السهو يكون كبيا سجود السهو أي يكون كبيا علماء قاركونا وحي الهدان شيخ السنة هؤم با سجود السهو وكبا لكن الشيخ هذا واجب هي سجود السهو مكبه سيشافعي ذوك الهدان لكن سيدة صحيحة شيء واجب كأهدانو ركني قارسي سنين سجود السهو وكبي كرام سيأهل العلم يقاركود قبان وانا سيدة صحيحة وانا سيدة صحيحة بعض أهل العلم حبي لي الحديث كان لفتي سواجب نمكن الدليشان النبي إليهن وأي اللي يصلي أمرك قصة أروري وأمر الشرط كهر ريو مرك كيف يعضين وي أرن قصة أبصن أصيد أولها هي أفضل كابل وعضيني لكن على كل حال إن كل واجب يهي لكن ركني أنو قارسي سنين أي أمرك صحيحة صلي النبي صلى الله عليه وسلم الوصل لنا يا تحيات كدم بقوده سه والله أعلم وجوب الاستعادة من أربع قبل الدعاء مغان قالك إنو واجب يهي إلهي اللقاء مغان قاله من أربع أفر خصل دود إن إلهي اللقاء مغان قال إنو واجب تهي قبل الدعاء الدعاء كهر الدعاء ده الصلاة ده آخر كده للدعاء السنة يو كهر وإن أفر شيء إلهي اللقاء مغان قاله وإن أفر تأشي كابد باديه روح ولما وإن إلهي كمغان قاله وكان صلى الله عليه وسلم وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدي له ذا أيها إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر مركو كفاروقه أحدكم متكين من التشهد التحيات سيقى الآخر الدنب مركو كفاروقه فليستعذ بالله من أربع فما قنقلوا إلهي أفر الشيه كما قنقلوا يقول وحورنيا اللهم إلهيو إني أعوذ بك من عذاب جهنم أنيقو حنكام قنقل إياه من عذاب جهنم عذابك جهنم كام قنقل إياه إي قبت بادي ومن عذاب القبر عذابت قبر قنا وأن كام قنقل إياه إي يدنا إي قبت بادي ومن فتنة المحيا والمماتي نلاش يجري ده بفتنة دي امتحان كيدنا إجابت بادي أو إن نلاش جودي هذا الله يفتنة يه إجابت بادي فتنة ده جري دنا إجابت بادي ومن شر فتنة المسيح الدجال مسيح الدجال والدجال عورة فتنة دي سشر كيدا كان مجان قلع إيدنا إجابت بادي ثم يدعو ده بنو دعاء سنة يا لنفسه نفتي سوحوه ودعاء سنة يا بما بدا له وحي أم وغضة أي إلهي ويدي سنة يا كبري حديث كان واحد سوري مسلم أبو عوانة يا النسائي بن جارود أي سوري وكان صلى الله عليه وسلم وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهم إذ كدعى استأيوها في تشهده التحيات كيس أيو كدعى سنشري يعني مركز دعاس وعمل أهانا وأسمي النبي صلى الله عليه وسلم وكد عيسان شروا وحولا شاء اللهم إنا أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أما ومن شر فتنة المسيح الدجال مركا فعل أهانا وأسمي أرها أهانا وأمري أرها أهانا وأمري حديث كان وحسوري كان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده أبو داود يا إمام أحمد بسند صحيح باشيخ يولي وكان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مذ حوي دعاء استعادة مذ بربوها الصحابة رضي الله عنهم الصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم نبي وبرجري رضي الله عنهم إلى رضيها كالنغذة كما يعلمهم السورة من القرآن سيدو سورة القرآن أبروك لسل لمدا أي أبري تشري إني الدعاء أقول دعاء استاه حديث كان وحسوري مسلم يا أبو عوانة مركا وإلا لي ما دعاء داس وأنا السنة مؤكدة بعض أهل علمنا وحلق الشيقة إني إلهدين وواجب وأنا سيد الشيخ الدور طيب مري
لكن جماهير علماء وحي قبان إن السنة واجب لماذا الشيخ وحكدر يشنيا يا علماء السيدة كتكتي أمرك فليستعذ بالله من أربع فليستعذ وأمر ولا أمر يقتضي الوجوب أمر كنا وحو كان سدا واجب نمو مركا ما دام النبي أمره صلى الله عليه وسلم واجب الله وحن بار يا أبي يلاهدين وحك اللي حياه داله وتكلى النبي صلى الله عليه وسلم واسمين شري ولا إيمان شري إنو كتقين الله مصور هرين كان ذنا وحا أبضا إن لو استعمال الشيء دائم كأنا غالب كأه مرمر وادع ذي نادر إن أصار وطي الشيء مركلي للسمية كان لكن غالب كأبضا استدام ماها غالبا شيء للدائمي أما غالبا للسمين شري بل لو استعمالا كان وتكلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابتي سوى بري شري سيدة سورة قرآن أبرا وكلا أبري شري طبعا وحي كنت السنيسة سيدة قد ذلك شري النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلا لي ما دسيد قد ذلك تن استعادة وقتك وشيخ واجبين إياه ومركة شوتك ويا حديثك وحشيك إياه إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع مركا موضع لأمري وحمعين كي هي إن يتهي آخر كالصلاة إن يتهي وتحياتك الدنب الدبديس إن يتهي وحكى له حديثك كان الشيخ كان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده مركا وحلق الصور النقلية طاووس إنه عرورتي سكو قراعي شري روحة كتغة أفرتا الشيء إنه إلهي كما قنقله إلمها كتغة أبت كيسة كمدة تابعي طاووس لي له ذا وقراعي شرم حد قتك تيبور نجري أحيو علماء قاركود إلهي وحلق قادنا إياه إنه أقبي إنه واجب تهي ساسي ذا إنه أقبي تاسي ذا بلق قادنا أفرتا أمراض إلهي لقما قنقلي أنا وأرن آدي آدو مهمين إلهي لقما قنقله بدو عذاب كي جهنم أو حلم بدي أنو تشرين إذو عذابتي قبرك ولا بعد أبوذ من قبرك تهي مدنا وحوي عذابتي النار تي جهنمته تصدحات وحيكو صابصان تي وفتنة النرشة يفتنة الجيريدة مركا تانا إن إلهي لقمان قلوا مهم تأفراد ومسيح الدجال وشركيس يفتنة دي سفر بضان تهي والنبي ولي أمدي سأقدقي إن فتنة دي سإلهي لقمان قلوا وأرن مركا مهم أه ويا عظم كفتنة ذا سوين تهي الدرادد باكين سطي النبي ولبئن أمدي سوقتكم أو إلى هذا مسيح الدجال أما الدجال عور كدكتون هذا سيدا صانا حالتي سطي عينك يا عينك تدفر بضن أو فتنين إياه وكسر يا دينتا مركا بريضا إلا فربت صدو وصلاة آخر كذا اللي قد عيستاه ومن مهمة علم ذا جماهير سنة لفتوذ وحي إلى هذين سنة هو مؤكد بي إلى هذين أو سنة مركا كنت تغيين وحي إلى هذين ويأتكيين وحي سنة لأتكي تبعض علماء ذا كميدنا وقوة قبابة إنه واجبته والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.